اعطيتك صفة الجوكر، لانه عن جد وين ما بتكوني بيكون في هيك عمل انه في شيء. وكمان حتى الجوكر بيقولوا مثلا بنسميه احيانا بديل. بتحسي بالغبن انه ندى عندها حظوظ تكون نجمة بكل العالم العربي؟ هي نجمة، بس النجمة مثل تبعول اللي عندها هالاكسبوجر، هالسوشيال ميديا اللي مرفقة. عايزة بس أقول لك حاجة، ما هو يعني إيه نجمة؟ أو يعني إيه نجمة؟ أو يعني إيه؟ ما هي المقاييس بتختلف والمعايير أنا ممثلة، أنا ممثلة، أبقى نجمة بقى، أبقى هلال، أنا مش فارق خالص. في الآخر أنا بحاول أبني مكانة لنفسي وأبني، يعني عمري ما مس... عمري ما فكرت وأنا أمثل عشان أقول أنا عايزة بقى أبقى نجمة. لا، وأنتي بتمثلي الناس بقى تقول أو ما تقولش، لكن أنا في الآخر عايزة أبقى ممثلة ليا مكانة، يعني الناس بتقدرها وأنا بقدرها، وأبقى بحترم الحاجة اللي الناس اللي بقدم لهم الحاجة، أحترم عقلهم ودماغهم وأنا بقدم إيه. حتى لو بعمل حاجة على فكرة كوميدي، يعني حتى لو بعمل حاجة كوميدي أنا بتكلم في مساحتي، فيما يخصني كممثلة، في مذاكرتي لمساحة دوري، لأن البروجكت كبروجكت أنا مش مسؤولة عنه، أنا ماليش دعوة. في فرق، الناس بس بتخلط فكرة مشهور بنجم. لما أقول على عمر الشريف نجم، لما اقول على فاتن حمامه نجمه، لما اقول على يحيى الفخراني نجمه، لما اقول على، مش قصدي ابقى بتكلم عن شخص معين، على عادل امام نجم، لما بقول على احمد زكي اتفرجي كده عليهم كنجوم، هم ممثلين فبقوا نجوم، بقوا في حته، بقى النجم ليه طعم ولمعته، كل نجم مش هي نجمه واحده كل الناس، لكن احنا هنحط كده الشمسيه الكبيره انه نجمه، ويلا بينا اي حد عنده 20 مليون فولور او اي حد، قدمت ايه عشان نقدر، عشان تستحق هذا اللقب. عايزه بس اقول حاجه هنا، هو ده مهم، لان هو انا لما قعدت افكر، انا كان عندي مشكله مع السوشيال ميديا وبدات اتصالح معاها بقالي شويه، ولكن بحاول استخدمها بطريقتي. هي شبه زمان، زمان كان في مجلات الناس لسه بتقرا جرايد والناس بتعمل حاجات، دلوقتي بقى اسهل ان انا وانت نعمل انترفيو، وانت في لبنان وانا في مصر، عن طريق السوشيال ميديا. فهي مهمه ولكنها مكمل مش اساس. اي حد بقى بيطلع يعمل اي حاجه يبقى مشهور، ها وبعدين يعني ندى، شو اللي بيخلي دور، اذا بدك دور ظهور خاص، يصير بمثابة دور اساسي بالعمل؟ انا عمري ما دخلت في، يعني انا بدخل اعمل دور، طالما وافقت اعمل دور، وافقت من الاول، الاتفاق بيبقى من الاول مع المخرج ومع الكاتب ومع المنتج انه اوكي احنا مساحه دورنا عامه كذا، فبروح اذاكر، يعني بذاكر المشهد زي ال80 حلقه، ماليش دعوه، انا بذاكر دور، انا رايحه اعمل دوري، اللي بيحصل بعد كده انا ماليش دعوه بيه، ده في ايد الناس اللي شغاله على الموضوع. انا ممثله وافقت وارتضيت ان انا اشتغل في هذا البروجكت، فهروح وخلاص، اتفقنا على كل الحاجات، فانا ماليش دعوه. ساعات الظروف بتخلي حاجات تبقي داخله تعملي حاجه صغيره، فالظروف تخلي الحاجه تكبر، شكرا طبعا، ويمكن يعني الحمد لله. شو بتقولي لحالك بعد الدور؟ ايه اللي انا هببته ده؟ انا ما بتفرجش على نفسي، انا من كام يوم كده بالصدفه اشتغل مشهد، فبدات ابص، طب انا هقوم بقى لما تخلصوا اندهولي بقى، بتخض، ما ب... دايما بحس ان في، عشان دايما بحس ان في احسن، يعني دايما بشوف الحته الناقصه مش الحته اللي اتعملت.